بالمناسبة كنا قلنا الزميلة نجية، نجية دغموم عيد ميلاد سعيد، نقول أيضا الأستاذة أمينة حيرش عيد ميلادها فات في رأس أول السنة. نعم. نعم، كل عام وأنت بخير إن شاء الله يا رب، وكل التوفيق في حياتك المهنية وأيضا حياتك الشخصية. أيضا محمد، حبيت نوجه تحية لزهرة الأقصى، هذا المحل المحجبات والعبايات الأردنية والخليجية، وتحية خاصة لحاج عيسى رانيا الحلب أمينة، وأيضا محمد بوزينة اللي لبسوني هذا الزي الأنيق والمستور، أيضا تحية من خلاله لأنه لباس فلسطيني، المتتبعة البرنامج الرائعة رفيدة، رفيدة ياسمين، نعم نعطولها تحية من خلال البرنامج. نعم، من خلالها لكل الأشقاء الفلسطينيين والأردنيين ولكل الأشقاء العرب. وصلنا إلى نهاية هذه الفسحة الصباحية.